رحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام. اهلا وسهلا بكم في مكان فيديو جديد، حلقه جديده اكيد كالعاده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا صلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حاجه عايز اتكلم فيها الزمالك وردود الافعال القويه والقويه جدا بعد تعادل الزمالك المخيب للآمال، وهناك حالة من الصياح تصل لدرجة الضجيج في 100 عقبة بعد تعادل نادي الزمالك أمام بلدية المحلة القابع في مؤخرة جدول الترتيب. عايز بس أقول بادئ زي بيت وأفكر الناس وأفكر نفسي وأذكركم إن ماتش البلدية النهاردة يا جماعة الزمالك لأول مرة في الدوري الموسم الحالي بعد 10 شهور من بداية الموسم بيلعب البلدية. وهنا سؤالي للناس اللي عندهم شيزوفرينيا، عندهم انفصام في الشخصية، ايه رأيكم في ماتش الزمالك والبلدية؟ الناس اللي كانت بتتكلم على المؤجلات واصل الاهلي بيتأجل له واصل الاهلي الننوس واصل الاهلي متدلع زياده عن اللزوم ومجاملات النادي الاهلي والبطولات اللي بتيجي بالمجاملات. النهارده نادي الزمالك الماتش ده متاجل بقاله 4-5 شهور لسبب غير معلوم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. هو معلوم بالنسبه لنا فيما يخص الاحتواء والكلام ده كله، لكن مفيش سبب مقنع اتحاد الكره او الرابطه خدوه عشان ياجلوا ماتش الزمالك والبلدي. ولكن مش مشكله جوزيه جوميز، انا عايز بس استرد لك كده في بدايه طرحنا للفيديو قد ايه نادي الزمالك هو اكتر الانديه المصريه مجامله، قد ايه نادي الزمالك بندوس على اللوائح باسوأ جزمه عندنا عشان خاطر نادي الزمالك. جوزيه جوميز مدرب الزمالك النهارده اللي تحول بقاله 3 اسابيع للجنه الانضباط بعد ضربه وتعديه على الحكم الرابع عاطف حسين في مباراة المصر البورسعيدي والزمالك، والحد النهاردة لجنة الانضباط لم تتخذ أي قرار ضد المدعو جوزيه جوميز، ومن ساعتها لجنة الانضباط لا حس ولا خبر. الدوري قرب يخلص وكله سكتم بكتم، ما شفتش إعلامي واحد طلع يقول يا لجنة الانضباط في واحد اسمه جوزيه جوميز ضرب حكم مصري في مباراة من المباريات، حضرتكم هتجتمعوا امتى لاتخاذ قرار ضد جوزيه جوميز. ونسال سؤال اخر، ماذا كان سيحدث اذا كان جوزيه جوميز هو مدرب نادي الاهلي وليس نادي الزمالك؟ هل لجنه الانضباط كانت هتبقى لا حس ولا خبر برضه، ولا لجنه الانضباط كانت هتجتمع خلال 24 ساعه وتصدر قرارات لجوزيه جوميز؟ رئيس لجنة الانضباط اللي طلع في تصريحات قبل كده قال لك كهربا، يا سلام، ده كهربا ده لو كان بإيدي كنت بطلت كرة خالص، كنت أعدمته، خلصت عليه، مفكرين يا أخوانا. لكن يعني استعملنا الرأفة وادينا له 12 ماتش على يا سيادة المستشار، قال لك عشان قال أوف أح كهربا حطه صح. طب النهاردة حكم مصري بيتضرب من مدرب برتغالي، أين كرامة المصري يا سيادة المستشارات؟ لا مش مشكلة، طالما ده زملكاوي فهو مننا، طالما مدرب زملكاوي فهو مننا، لكن لو كان أهلاوي كنا هنتخذ منه ضده أي إجراء. حتى اللحظة لجنة الانضباط لم تجتمع ولن تجتمع إلا بعد نهاية الموسم عشان يبقوا ياخدوا بعض القرارات اللي مش هيكون ليها أي لازمة. عايز أقول هناك حالة من الغضب والثورة والاستياء لدى السوشيال ميديا الزملكاوية ولاعبي الزمالك السابقين بعد أداء نادي الزمالك المخيب للأمال، حالة انهيار تامة للمحللين والاستديوهات الرياضية وقناة نادي الزمالك بعد تعادل الزمالك سلبيا أمام بلدية المحل. الزمالك بيخسر المنافسة رسميا، قناة أون طلعت لي استريبة كده على شاشة
قال لك ايه فيها بقى؟ رسميا الزمالك يفقد فرصه المنافسه على لقب الدوري هذا الموسم. يا جماعه كفايه ضحك، يا جماعه كفايه ضحك، ده ضحك بيور، ده ضحك خام، ده ضحك على الدقون. منافسه ايه يا ابو منافسه؟ انت تعرف الزمالك عنده كام؟ انت تعرف الزمالك عنده كام نقطه؟ الزمالك عنده 44 نقطه بعد نقطة النهاردة 45، لما هيتشال من الزمالك الثلاث نقاط بتوع آخر الموسم اللي هو بتاعة الانسحاب هيبقى 42 يا أبو كرامة. بيراميدز النهاردة عنده 68، الأهلي لو كسب مبارياته المؤجلة هيبقى عنده 72، 72 والزمالك 42. منافسة ايه؟ والله يا ابني ما أنا شايف منافسة. هو البعد ما بيشوفوش، هما البعد ما عندهمش نظر. منافسة ايه يا ابو منافسة؟ المنافسة ماتت زي ما امل ماتت والطموح مات. منافسة ايه؟ الزمالك اخره ينافس على المركز الرابع، مش التاني ولا التالت كمان. كفاية ضحك على الدقون. النهارده سامي الشيشيني نجم الزمالك المحترم، لا بيليا بقى الدلدول ولا فطوطه ولا مطوطه ولا الهجاص ولا الناس دي، قال لك الزمالك اخره يفنش تاسع او عاشر. يا خبر ابيض. الراجل ما بيلعبش على مشاعر الجماهير، ما هوش مدلس. سامي الشيشيني مش مدلس، الراجل بيواجه الجماهير بالموقف الصعب اللي فيه نادي الزمالك. قال لك الزمالك اخره تاسع عاشر بالمنظر ده وبالشكل ده وبالاداء ده، ده مش فرقه بتنافس ولا فرقه عايزه تخش مربع ذهبي، دي فرقه اخرها تاخد تاسع او عاشر الدوري. الراجل كان منهار، قال لك ده فريق ولما نتكلم يقول لك حرام ولازم نساند ودعم وساند الفريق، دعم المدرب. الفريق مش عارف يعمل تشكيل، المدرب مش عارف يعمل تشكيل قدام فرقه بتقبع في مؤخره الجدول. قال لك الزمالك النهارده خد نقطه لا يستحقها، بلديه المحله كانت تستحق الفوز على نادي الزمالك. تخيل النهارده نادي الزمالك عنده لعيبه لا تستحق انها تلعب في مركز شباب نادي الزمالك، حاجه غريبه جدا. أنا سألت سؤال قبل كده وأتمنى إن أنتوا تكونوا فاكرينه. قلت إيه سر العلاقة المريبة ما بين والغريبة والعجيبة ما بين البنك الأهلي ونادي الزمالك؟ البنك يبيع للزمالك لاعب بقرشين ويرجع في نهاية السنة ياخده ب10 قروش. بالرغم إن اللاعب ما قدمش أي حاجة، بالعكس. جمهور الزمالك يقول لك غور اللاعب ببلاش، فيظهر نادي البنك الاهلي في ثوب المنقذ ياخد اللاعب ده بدل ما كان واخد منك مثلا 10 مليون ياخده ب 20 مليون. ايه الحاجه الغريبه دي؟ لا بجد والله، ايه العلاقه المريبه دي؟ ناصر منسي النهارده لعيب قدام المرمى مش عارف يشوط الكره في الجول. لعيب النهارده جمهور الزمالك بيعرضه للبيع وخد فوقه مروحه، خد فوقه مبلغ مالي، ومع هذا مسؤولي البنك الاهلي مصممين ان هم يدفعوا للزمالك كل طلباتهم عشان ياخدوا ناصر منسي. هي مش غريبه؟ ده غريبه وغريبه وعجيبه. قناه الزمالك قمه الضحك، قال لك الزمالك ضحى بالمنافسه على الدوري من اجل منتخب مصر الاولمبي. الله الله يا بلدنا، الله الله يا زمالكنا، الله. الزمالك ضحى عشان خاطر مصر. الزمالك اللي الفرق بينه وبين الاهلي 30 نقطة ضحى بالمنافسة، منافسة على أي مركز بقى؟ معلش ما أنت لازم تحدد لي. ما هو اللعب على المركز العاشر ده منافسة برضه. اللعب على المركز الخامس ده منافسة برضه، فعرفني على أي منافسة تتحدثون. عشان نضحك معاكم، يبقى فاهمين إحنا بنضحك على إيه. كفاية قرف بقى. كفاية عك. النهاردة ناس المحترمين اللي كانوا في قناة الزمالك في الاستوديو التحليلي
مسكوا جوزيه جوميز غسلوه، وكأن قد صدرت القرارات والإشارات لقناة الزمالك جوزيه أيامه أصبحت معدودة. قدموا جوزيه جوميز كبش فدا، كبش فدا لإدارة الزمالك، عشان لما نطلع نقول الزمالك وحش نقول عشان خاطر المدرب الفاشل مش عشان الإدارة الناجحة. كابتن حمادة عبد اللطيف الرجل المحترم في قناة الزمالك قال لك جوزيه جوميز إنسان عنيد ومعرفش هو بيفكر في إيه. وليد صلاح عبد اللطيف قال لك إحنا بنعمل في نفسنا ليه كده؟ لا كسبنا ولا طلعنا ناشئين، أنت كده حرقت اللعيبة الصغيرة وبتحرق الجمهور، وبتحرق الجمهور. رضا عبد العال اللي بيوصف نفسه أكتر من مرة إن هو هجاص قال لك ناصر منسي أفضل من وسام أبو علي. ما أنا بقول لك إحنا بيتقدم لنا ضحك خام، إحنا بيتقدم لنا ضحك خام، خده كده خففه عشان تعرف تضحك كويس. وسام أبو علي اللي في أقل من نص موسم عامل أهداف قد تاريخ ناصر منسي كله، فيخرج علينا رضا عبد العالي يضحكنا ويقول لنا إن ناصر منسي أحسن من وسام أبو علي. خالد الغندور معرفش ليه وسام أبو علي عامل أزمة لدى بعض الزملكاوية، يعني رضا عبد العالي زعلان، خالد الغندور مقموص. خالد الغندور قال لك ما اقدرش اقول على وسام ابو علي هداف لان نص جوانه من ضربات جزاء، والعبره بالاهداف من الكرات المتحركه. عايز اقول ان خالد الغندور من ضمن الناس اللي عندها شيزوفرينيا، تناقض في الطرح. في الوقت اللي خالد الغندور بيقول لك ما اقدرش احكم على وسام ابو علي انه مهاجم لان نص جوانه من ضربات جزاء، في نفس الوقت بيشوف ان زيزو اسطوره في كره القدم المصريه بالرغم ان كل اهدافه ضربات جزاء. قمة الضحك، قمة العبث، قمة القرف، بجد والله قمة القرف ان الانسان يغير رأيه لمجرد الانتماء فقط. زيزو اللي كل تاريخه ضربات جزاء، الله، احسن من محمد صلاح، احسن من الخطيب، احسن من أسطورة الزمالك الجديدة، لعيب يعني تقله ألماس بالرغم ان تاريخه كله ضربات جزاء. في الوقت اللي وسام ابو علي مسجل 10 اهداف منهم تقريبا 3 من ضربات جزاء، لا 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 ده مهاجم تعبان لان نص اهدافه جايين من ضربات جزاء. ربنا يخللنا خالد الغندور ويخللنا الضحك اللي هو بيقدمه لنا، لان الضحك ده يعني حاجة حلوة قوي لحياتنا وصحتنا وصحة القلب بالتأكيد. ابراهيم انداي وقضية جديدة ضد نادي الزمالك، نفسي اشوف يوم يعدي على نادي الزمالك من غير قضايا. كان الله في عون نادي الزمالك، كان الله في عون جماهير نادي الزمالك، مفيش يوم بيعدي عليهم الا لما يكون في قضيه، في مشكله، في ازمه، في مستحقات. ايه يا جماعه؟ ده نادي ده ولا جمعيه خيريه؟ ده نادي ده ولا جمعيه رساله؟ عايزين نفهم. ابراهيم انداي سيتقدم للفيفا بدعوى جديده ضد نادي الزمالك. سيب يا ابني القوس مفتوح، يبقى كده عندنا خالد بوطيب، عندنا باتشيكو، عندنا روي اجواش، عندنا الاثنين التانيين المساعدين بتوع جيزوالدو فيريرا، عندنا ابراهيم انداي. يا جماعه في ايه؟ لا ده انتوا تقفلوها احسن، هاتوا شويه مراجيح وبومب وشعب ايطاليا ووزعوها في النادي احسن من كده، وغير النشاط، يمكن ربنا يكرمكم، يمكن ربنا يكرمكم، ما انتوش قد الكوره ما تلعبوش كوره، وعلى قد الحافك مد رجليك. استحالة يكون نادي ما عندوش فلوس وعايش على فكرة انا هغلط وهشيل مديونيات وهعمل والناس هتحوش عني، والناس هتحوش عني. مفيش كده في العالم، مفيش كده، لكن موجود في الزمالك بس.
موجود في الزمالك بس، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث إلا داخل نادي واحد فقط اسمه نادي الزمالك. اسمه يا أخوالنا نادي الزمالك. بيراميدز يوجه ضربة قاضية لرمضان صبحي. نبي يا جماعة الناس اللي بتقرأ العنوان وتيجي تشتم في الكومنتات، اسمع الفيديو يا فندم وافهم الكلام اللي احنا بنقوله حضرتك، واعرف احنا قصدنا ايه. عشان الناس اللي بتقول لي هبد في هبد، قلت لك خصم 3 نقاط بيراميدز وتصعيد للفيفا، وحكيت لك القصة بتاعت المقاولين العرب وان المقاولين هيصعد للفيفا خلال 48 ساعة. ايه الهبد اللي فيها؟ رئيس الشؤون القانونية او المستشار القانوني للجنة الحكام قال ان ماتش المقاولين وبيراميدز لازم يتعاد. طب لما يتعاد ايه اللي هيحصل؟ هيتخصم 3 نقاط اللي اتحطوا في رصيد بيراميدز. مش جايب لك حاجة من عندي عشان تقعد تشتمني في الكومنتات وتقول لي هبيد وكل مرة بتهبد. مش عاجب حضرتك ما تتفرجش، انت على راسي من فوق اتفرجت او ما اتفرجتش، لكن ما بقاش بقدم لحضرتك اي خبر حتى صح غلط. احنا بنحاول نتهد، ما بقاش الاقي بقى في الكومنتات شتايم 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 وخلاص، سواء كنت اهلاوي او زملكاوي سيام بالنسبة لي. مش عاجبك ادائنا على راسي من فوق، احنا بنحاول نجتهد. بيراميدز بيتخلى عن رمضان صبحي في اصعب المواقف بالنسبة له. رمضان جدد عقده مع بيراميدز. رمضان ووكيل رمضان طلبوا من ادارة بيراميدز ان يتم اعلان التجديد كنوع من انواع الدعم المعنوي ولاثبات صحة موقف رمضان. وانت لما تكون نادي وتطلع تقول للناس والله انا بجدد لرمضان 3 4 سنين قدام، معنى كده انك واثق في اللاعب بتاعك. لكن لما تقول له لا معلش، روح خلص مشوارك وخلص دنيتك وخلص ازمتك وبعدين نعلم، ومش هعلن غير لما اطمن ان انت ما عندكش مشكله في المنشطات. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد.